السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شنو كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا ربي. البنات اليوم جبت لكم واحد الوصفه. شحال هذه ما درناش الوصفات، ولكن هذه الوصفه البنات كلكم صيفطوا لي ميساج كتسولوني عليها، فقررت اليوم بانني غادي ننزلها لكم. واحد بنت خالتي ما شاء الله عليها فضحكني مع البنات كاملين، فلقيت واحد الكميه ديال الرسائل ما نقدرش نعاود لكم، ديال الميساجات كلشي تيقولوا لي السمر ضروري خاصك تصوري لنا الوصفه. فانا قررت اليوم البنات باش نتشارك معكم هذه الوصفه، علاش لا، باش تجربوها حتى نتوما. وانا عارفه بان البنات بزاف تيسولوا عليها وبزاف البنات عندهم هذا المشكل، فانا قلت اليوم غادي نشاركها معكم. الوصفه ديال اليوم البنات هما الحنيكات اولا الخدود، كيف ما كنقولوا كيفاش نعطيو فوليوم. بالنسبه لي انا البنات من قلت لكم ملي كنت حامله وولدت فتزاديت بزاف ديال الكيلوات، فايت ليا قلتها لكم. فمنين تزاديت هاد الكيلوات قررت باش ندير ريجيم، فبديت الريجيم فوجهت مدور بدا كينزل يعني الوزن، بديت كنزل الوزن ووجلي حتى هو تينزل كما كنقولوا ولا دايرها، فما جاش معايا حيت انا وجهي مدور ابدا ما جاش معايا. فما بقيتش عارفه واش غادي نوقف الريجيم ونبقى غليظه ووجهي مزيان ولا نضعف ووجهي هادي، يعني بقيت في واحد الحيره. الا من بعد اكتشفت هذه الوصفه وبديت كنديرها، وبيني وبينكم البنات لقيت عليها واحد يعني واحد النتيجه زوينه. وهاد الوصفه البنات راه النتيجه من اول مره، يعني ما نقول لكم من ثاني مره من ثالث مره، لا من اول مره كتبان لكم النتيجه. هي كتكون من مكونين او ماسكين، يعني غنديروا واحد الخليط غنديروا على الحنيكات باش يعطينا الفوليوم، ومن بعد غادي نصايبوا واحد الزويت اولا واحد الماده اللي غادي نبداو نديروا بها المساج 15 دقيقه باش نخليو الاستمراريه ديال الفوليوم. البنات خاصكم الا بغيتوا تلقاو النتيجه ديروا الخطوات كيف ما هي، ما تزيدوا عليها ما تنقصوا عليها، الله يخليكم ما تزيدوا ما تنقصوا باش تلقاو النتيجه من اول مره. وسهله يعني مكونات بسيطه موجوده، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، فهي راه موجوده. ما ديوش على صباعي فيهم الحمر، راه العكر الفاسي. يلا قلت لماما العكر الفاسي زوين في الخدمه، ولكن راه كيجلخ الدنيا، راكم عارفين الدنيا كلها تجلخات عندنا. المهم انا راه صورت كيفاش الطريقه وداكشي، غادي ننزلها لكم في الفيديو. ومن بعد غادي نمشي دابا غادي نخلي الكاميرا باش غادي نصايب هذاك الخليط باش نوريكم كيفاش غادي ندير ليه، باش حتى نتوما ديروا بنفس الطريقه، يعني ما تزيدوا كما قلت لكم ما تنقصوا. وبالنسبه للبنات اللي عندهم المشكل ديال بان ملي كيضعفوا وجههم كما كنقولوا تيطيح وما تيبقى فيه ما يتشافى، هي الطريقه البنات بحال ضربه لك جوج براوات ديال البوتوكس طبيعيين، يعني هي في الكوزينه تقديهم وتصايبيهم ويبقاو لكم مزينين وكلشي. وحنا راه عارفين بانه سبحان الله الفوليوم ديال الحنك تيعطي واحد الجماليه للوجه، يعني كيزين الوجه كيف ما كنقولوا. خليكم البنات معايا واجيو تشوفوا الوصفه. المكونات عندنا حبيبات ديال الزبيب كما كتشوفوا، شريحه وحده كبيت عليهم الماء طيب خليتهم تقريبا لمده 3 سوايع حتى تنفخات هذيك الشريحه والزبيب، وعندي حبيبات ديال الحلبه حتى هما خويت عليهم الماء طيب وخليتهم نفس المده مع الزبيب والشريحه. من بعد غادي نستعمل الحبوب ديال الحلبه في الوصفه الاولى في مولينكس، غندوز الشريحه والزبيب والحلبه الوصفه الاولى، والماء غادي نستعمله في الوصفه الثانيه. بالنسبه للوصفه الثانيه غادي نحتاجو زيت الكوكونيوت، زيت الكوكونيوت البنات باش ما يخليش لينا الريحه ديال الماء ديال الحلبه، يعني تخيلوا ما كيبقاش كاع الماء ديال الريحه ديال الحلبه. بواطه درت فيها شويه ديال الزيت ديال الكوكونيوت، والكوكونيوت حتى هو مزيان للوجه بزاف، وعلى فكره راه فيه حتى واحد الماده كتعطي الفوليوم. اللي عنده هذا الزيت ديال الكركادي يستعملوا، اللي ما عندوش يكتفي بالعكر الفاسي. انا غير كيعجبني اللون ديال هذا الزيت الكركادي فزدت شويه، اما هو اللي ما عندوش يعني يقدر يستغنى عنه. وغادي ندير شويه ديال العكر الفاسي البنات، غير شويه، راه جدام كيجدم كاع الدنيا، ما نعاودش لكم راه ولا الدنيا كلها حمراء، يعني شويه ديال العكر الفاسي كما شفتوا. واللي ما عندوش كيف ما قلت لكم هذاك الزيت الكركادي ما يديروش، غير انا درته حيت كيعجبني اللون اللي فيه. ومن بعد البنات غادي ناخذ معلقه ديال الماء ديال الحلبه غادي نديرو تم، ولكن ما تخافوش البنات راه ما كتبقاش كاع الريحه ديال الحلبه في الوجه، لانه الزيت ديال الكوكونيوت فيها الريحه قويه، يعني ما كتخليش كاع الريحه ديال الحلبه. صافي غادي نخلط كلشي في اون بواط بحال اللي كتشوفوا، وغادي نخليها باش غادي نستعملها من بعد الوصفه الاولى.
هذا هو الشكل النهائي من بعد ما دوزت في مولينيكس هذيك الشريحه وحده وشويه ديال الزبيب وحبيبات ديال الحلبه اللي كانوا مرقدين كيعطينا في هذا الشكل. غندوزو دابا باش غادي نطبقوا الطريقه على الوجه ديالنا. استغنيت على داك العود، الا نزلتو حاولوا انكم تقادوه، يعني فهمتوا؟ انا بالنسبه لي كيعجبني هاد اللعبه كامله تنفخ ليها هنا، لان وجهي مدور كيعجبني يعطي شويه بالطول. بحال فوالا البنات، بحال هكا من هنا من هنا، غير هادوك كما كنقولك هادوك القضيدات اللي انا بغيت. صافي درت عليهم هاد المكون اللي صايبت، غادي نخليهم بحال هكا لمده 20 دقيقه. غنحطو يعني ماشي ضروري نماصي ولا شي حاجه، غنحطو لانه هاد الخليط هو اللي غادي يعطيني الفوليوم. فكما كتشوفوا درتو هكا وهكا، بحال ملي كنصايب كنديروا الفراجو، يعني انا كندير ليه هكا يعجبني يكون بطريقه ديال الطول، فانا درتو بحال هكا كما شفتوا. الخليط هو غنديرو في بواطو وغادي نخليه في الثلاجه، يعني ما غاديش نلوحو، حيت غنقدر نستعملو مره اخرى. صافي غادي نخليه بحال هكا المده ديال 15 دقيقه كما قلت لكم. من بعد غادي نغسل وجهي، غنغسلو بالماء عادي، يعني لا بارد لا سخون، نغسل به وجهي ومن بعد ندوز معكم الخطوه الثانيه. غسلت وجهي، هانتوما شفتوا البنات، صافي دازت هادي هي. اون فوا كتغسلي كتحسي بواحد شويه ديال الحموريه هنا، يعني كيعطي الفوليوم في نفس الوقت. دابا غادي ندوز المكون الثاني اللي صايبت، اللي هو الخليط ديال الزيوت. ها هو، شوفوا البنات، غتجيبوا شيطه صغيره تكون بحال هكا، اللي ما عندوش شيطه يهز شويه، ما تهزوش بزاف بحال هكا. فوالا، ودابا غنبداو نديرو المساج. بغيتي نحط هادشي، داك الزيت مع العكر الفياسي ومع الحلبة، يعني من بس ما فيهش الريحة ابدا ديال الحلبة، لانه الكوكونيوت، لانه زيت الكوكونيوت ما كيخليش ريحة الحلبة ابدا. هذاك الشيء علاش المهم هاك بهالطريقة مدورة نساي، يعني بحال تبقاي خدامة هاكا واحد شوية. واه بالطريقه ديال الضرب، غير بشويه ما ضربيش راسك، يعني ماشي تبقى تصرفقي في راسك، غير بشويه هكا بار. مدة 15 دقيقة، حركة دائرية بدات هاد الحركة. شفتوا النتيجة؟ هاد المساج مهم، يعني ماشي غير ديروا داك الخليط صافي وتحطوه وتنطخ لكم البلاصه شويه وصافي، نو، خاص ضروري هادي. وما نساوش دايرين فيه مكون اللي هو ديال العكر الفاسي، فكيزيد جماليه لهذيك البلاصه. المهم بنات، سالي 15 دقيقة ورجع ليكم.
بعد ما ساليت المساج كما شفتوا درت لمدة ربع ساعة نفس الخطوات، حركة دائرة ثم بطريقة الخبط أو الضرب يعني هكا. ف هانتوما كتشوفوا نتيجة زوينة قلت لكم تتبان في أول يعني أول مرة تديروها تتبان لكم النتيجة. فهاد الشيء راه كيبقى بحال هكا لمدة أسبوع، يعني كيبقى عاطي الفوليوم وفي نفس الوقت عاطي اللون الوردي كما كتشوفوا. هانتوما شوفوا هذا كله وارد صراحة، كيعطي واحد المنظر فن 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 البنات. دابا نوضو جربوها راه غادي تعجبكم، غتحمقكم هاد الوصفة. انا الصراحة فيما كنديرها كتبقى ليا سيمانة هكا كيعجبوني الحال، ما تحتاجي فغاجو ما تحتاجي والو. المهم البنات كنتمنى بان هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم وضروري غادي تجربوها، لانه يعني اصلا نتوما اللي طالبينها. وما تنساوش تخليو ليا لي ميساج باش نعرف شنو درتو والمكونات، ديروها كيف ما هي. البنات الجداد ما تنساوش الاشتراك في القناة وما تنساوش لايك 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 الفيديو الى عجبكم، ونشوفكم على خير فيديو جديد. وخليوني مع حنيكاتي اللي عاجبيني انا دابا على بزيناتهم هالبنات، خليوني معاهم ونشوفكم فيديو جديد وفلوق جديد او وصفة جديدة على خير.